ايه بقى النيرف بلوكس اللي ممكن نديها؟ ممكن ندي بوستيريور سوبيريور الفر نيرف بلوك. يعني ايه؟ يعني ابدل البوستيريور سوبيريور الفر نيرف اللي موجود فوق ده علشان يخطر الابر 6 7 8. هل هنا البلاتال ميكوبريوستيوم هيتخطر؟ لا صح. يبقى النيرف بلوك معناه ان حد انافيزيا بعيده عن المكان اللي انا عايز اشتغل فيه علشان ياثر على الاريا انا عايز اشتغل فيه. طيب يبقى ده اسمه البوستيريور سوبيريور الفر نيرف. انا هصطاد البوستيريور سوبيريور الفر نيرف في مكانه هنا وهو داخل علشان انسيتايز البلب والانفستنج ستراكشرز والبكر ميكوبريوستيوم بتاع الابر لاست نيرفز 6 7 اند 8. يبقى احنا قلنا دلوقتي نيرف تو بي انسيتايز وقلنا اريا تو بي انسيتايز صح؟ تشيك بوزيشن هو هو، انت بوزيشن هو هو، مش مهم التكنيك قوي، انت مش هتستعمله. طيب نيجي للتكنيك الثاني الانفرا اوربيتال، هشرحه لكم بالتفصيل كويس. بعد كده في تكنيك اسمه الانسايسيف نيرف بلوك. انسايسيف ده على اسم الفورمن اللي انا داخل فيه مش على اسم النيرف اللي انا عايز انسيتايزه صح؟ لان الانسايسيف نيرف ده موجود فين؟ نيرف موجود في المندل تحت، ده التيرمينال بتاع الانفيريور الفر صح؟ لكن الانسايسيف فورمن خارج منه النيزوبالاتاين نيرف، يبقى احنا سميناه انسايسيف نيرف بلوك علشان انا بدخل في الانسايسيف فورمن. لكن التكنيك انا عايز ابلك فيه ايه؟ عايز ابلك فيه النيزوبالاتاين نيرف. طب النيزوبالاتاين نيرف ده بيدي ايه؟ يعني ايه الاريا تو بي انسيتايز؟ البلد وصوب سنترال لاترال اند كاناين. يبقى اذا لما ادي للعيان نيزوبالاتاين نيرف بلوك معناه ان الروجي اريا في النص ده هتبقى انسيتايز. طب هو النيرف بلوك هو شغال في النص ولا شغال على الاثنين؟ طب الانسايس الفورمن ده في النص ناحيه يمين وناحيه شمال صح؟ يبقى انا ملكت انهي ناحيه؟ يعني مفيش رايت ليفت، هو واحد بس هيبتني احمر كويس؟ واحد بس الانسايس الفورمن هيبلغ الناحيتين، يبقى كل الروجي اريا مش حاسس بيها العيان كويس. وعشان تبقوا عارفين ده الموست بينفل اناسيتك تكنيك، ده اكتر اناسيتك تكنيك مؤلم حلو، لان الفورمن ده صغير جواه نرف مزنوق وبدخل اديله انجكشن جواه فبيضغط جدا على النرف والعين بتوجع جدا. يبقى ده الانسايسيف نرف بلوك. بعد كده التكنيك ان العين بيبقى فارد دماغه كده زي ما احنا قلنا 45 ديجري، بتاخدي النيدل تدخلي في الكريست اوف ذا بلاتاين بلاتاين الانسايسيف بابيلا وتخشي من النيدل جوه الفورمن نفسه حوالي 3 مللي. في ناس بتقول لك توصلي لحد جوه لكن مش لازم، وبعدين تعملي الانجكشن بتاعك جوه سيفيرلي بينفل، بتخش بارلل زي ما انا عامل في الصوره كده الصوره مصوره، بتخش بين التو سنترالز كده وداخل 45 ديجري على البلد جوه الفورمن نفسه. طيب النوع الانافيسيا الثالثه الجريتر بلاتاين نيرف. الجريتر بلاتاين انا عايز اعمل فيه ايه؟ عايز انستايز ايه يعني؟ عايز انستايز الجريتر بلاتاين نيرف صح؟ فاسمه جريتر بلاتاين نيرف بلوك تكنيك. بتعمل ايه في الاول؟ بتحط صباعك ما بين ال 7 وال 8 عند البلد اللي انا قلت لك حط لسانك عليه دلوقتي كويس؟ هتلاقي فيه ديبريشن، الديبريشن ده مكان الفورمن ده هنا بالظبط. شوف الصوره بتاعتي دي، ده الايت اهو قدامه هنا سوفت بلد، فاكر لما قلت لك الايت قصاده سوفت بلد ما قداموش 1؟ طيب هتحط صباعك هنا في الاريا دي وبعدين تحس فين الديبريشن ده، لان الديبريشن جواه الفورمن نفسه. وتخش من الاذر سايد جوه الفورمن كانك بتدي بلد الانجكشن. وتعمل انجكشن فانت كده اديت الجريتر بلاتاين. بالمناسبه واحد من التكنيكس بتاعت المانديبلر نيرف بلوك، المانديبلر شخصيا، انك تدخل من الفورمن ده وتصل بيه الى المانديبلر نيرف وهو خارج عند الفورمن روتندم كويس؟ لان المانديبلر الماكسيلري نيرف بلوك تكنيك ممكن تديه انترا اورال وممكن تديه اكسترا اورال. انترا اورال تكنيك من نفس التكنيك بتاع الجريتر بلاتاين، مش بقول لكم كلام مش هتستعملوه بس انا عايز تبقوا عارفين المعلومه بس اوكي؟ طيب هو فعليا انت حتى مش هتدي جريتر بلاتاين نيرف بلوك، انت عشان تدي عايز تعمل كلام وتحطه على 7 هتدي له جريتر بلاتاين ليه؟ صح؟ هو احنا بتعمل ريدكشن للكرام تدي له، احنا اتفقنا تدي له بلاتال انفلتريشن. طب لو جت العيانه قالت انا عايزه اعمل فينش لاين علشان هعمله سبجنجبل صح؟ يبقى ساعتها انا مضطر اعمل ايه؟
ادي بلتن، فانت مش محتاج تدي 6 و7 وايه ده، هي نقطه 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 وخلاص صح. 1.3 يعني. طيب يبقى ده مين؟ جريتر بلاتان. طيب اللي هنتكلم عنه شويه بالتفصيل بتاع النيرف.